بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الطلاب الأعزاء، طلاب جامعة الجامعة الزكية، طلاب ماجستير الإدارة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله في سلسلة محاضرات مقرر الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية Strategic and Operational Management MGM 630. المحاضرة هذه هي المحاضرة رقم 10، سوف يكون هي المحاضرة الأخيرة في هذه السمستر إن شاء الله. تأتي عنوان هذه المحاضرة بعنوان Operational Management اللي هو الإدارة التشغيلية. طيب، تحدثنا في 9 محاضرات فائتة، وتم تقسيم 9 محاضرات إلى 3 أجزاء. الجزء الأول، وكل 9 محاضرات كانت تتحدث عن الجانب الاستراتيجي او الاستراتيجيك مانجمنت. فتحدثنا عن 5 محاضرات متعلق بالبارت 1 اللي هو الاناليسيس التحليل، وتحدثنا عن يعني محاضرتين عن الفورميليشن، وتعرفنا عن اللي هو نوعين او عدد من انواع الاستراتيجيات في محاضرتين اللي هو الاستراتيجيك فورميليشن او الصياغه الاستراتيجيه. وفي محاضرتين اللي هو المحاضرة رقم 8 و9 تحدثنا عن اللي هو الاستراتيجيك امبلمنتيشن اللي هو البارت 3 او تنفيذ الاستراتيجي او تنفيذ الاستراتيجية على ارض الواقع في المنظمات او الشركات. تأتي المحاضرة هذه تكملة للجانب الاخر المقرر اللي هو الاوبريشنال مانجمنت اللي هو الادارة التشغيلية. سوف نتناول فيه اللي هو يعني كل ما يتعلق ب الاوبريشن مانجمنت او الجوانب التشغيليه او الاداره التشغيليه داخل المنظمه. طيب، دائما الاوبريشن مانجمنت او الاداره التشغيليه يعني هي الاداره التي توفر السلع والخدمات التي يعني تقوم المنظمه او الشركه ببيعها في السوق او عرضها في الاسواق المختلفه، يعني الاداره المختصه في يعني تجهيز السلع والخدمات ايا كان، اذا كان الشركه نشاطها خدمي في operational في services، وإذا كان شركة نشاط manufacturing لها ف operational in الجانب الخاص بالصناعة أو التصنيع. طيب، هذه الكي questions يعني lecture outlined هنا في 6 أسئلة، وكل سؤال بيعتبر موضوع إحنا حنتناوله في هذه المحاضرة. يعني الموضوع الأول واللي احنا نتناول عنه في هذه المحاضرة اللي هو What is Operational Management، يعني ما هي الإدارة الاستراتيجية، سوري الإدارة التشغيلية أو إدارة العمليات. The second one is السؤال الثاني What is Operational Management اللي هو important in all types of organizational، لماذا why is Operational Management important، هي مهمة في جميع أنواع المنظمات أو جميع أنواع الشركات. What is input اللي هو المدخلات، transformations اللي هو العمليات التحويلية، and output process عملية المدخلات والعمليات التحويلية والمخرجات. transformation للتحويل أو العمليات التحويلية. What is the process hierarchy، ما هو التسلسل الهرمي للعملية. How do operational and process differ؟ كيف تختلف العمليات مع العملية؟ هنا العمليات هنا المقصود به البروسيس العملية، هنا اللي هو الاوبريشنالز اللي هو هنا مقصود به اللي هو الجوانب التشغيل أو الجوانب الخاصة بالعمليات التشغيلية، هنا التشغيلية، وهنا العمليات اللي هو تحويل السلع والخدمات أو تحويل المدخلات إلى سلع وخدمات. The last one or the last question is what do operational managers do؟ ماذا يفعل المديرية العمليات أو مديري العمليات الخاصة بالإدارة التشغيلية؟ Introduction الـ Operational Management. Operational Management is about how organizational create and deliver services and products. Everything you wear اللي هو الحياة اللي بنرتديها، eat اللي بيتم تناولها اللي هو مثل المأكل، و sit on use اللي بيتم استخدامها، read, talk about
on the sport field comes to your currency of the currency of the operational management who organized its creation and delivery. يعني إدارة العمليات بدور حول كيفية إنشاء إنشاء أو خلق create إنشاء and deliver تسليم الخدمات والمنتجات لكل الأشياء مثل المأكل اللي هو أول شيء الارتداء والمأكل والأشياء اللي بنجلس على والأشياء اللي بيتم استخدامها والريت اللي هو اللي بيتم قراءته كلها كل هذه الحاجات اللي هو كل هذه الاحتياجات أو كل هذه الأشياء everything بقوم بتوفيرها إدارة التشغيل أو الإدارة التشغيلية في المنظمة من خلال العمليات التي يمارسها إدارة التشغيلية وذلك بفضل مديري العمليات يعني مديري العمليات هم اللي بترجموا اللي هو الجانب الخاص من خلال تحويل المواد الخام أو المدخلات إلى شنو إلى أشياء أو خدمات أو منتجات تامة الصنع. Just introduction about operational management. طيب هنبدأ فيما يتعلق بالعناوين الأساسية الستة العناوين أو ستة أسئلة فيما يتعلق بهذه المحاضرة ونتحدث عن كل عنوان بإسهاب إن شاء الله. What is operational management? Operations management اللي هو ما هي إدارة العمليات أو الإدارة التشغيلية. Operational management is the activity of managing the resources that create and deliver service and products. إدارة العمليات activities نشاط activity ونشاط. نشاط يتم ممارسه من 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 خلال إدارة الموارد عمل managing resources أنا أدير الموارد كل أنواع الموارد طبعاً عندما نتحدث عن الموارد وتحدثنا يعني هناك أنواع مختلفة للموارد تدير الموارد عشان تخلق وتخدم اللي هو create deliver إنشاء وتسليم الخدمات والمنتجات أي إن كان يعني operations شو مو فقط متعلق مثلا بالproduct no products اللي هو إذا كان goods ملموس services إذا كان intangible اللي هو غير ملموس محتاجين لإدارة تحتاج لإدارة عمليات في المنظمة لإدارة الموارد عشان تخلق سلع وخدمات ويتم تسليمها للعميل في البيئة المعينة أو البيئة التي يمارس فيها الشركة أو المنظمة أعمالها. The operational functions اللي هو الوظيفة التشغيل أو وظيفة العمليات المنظمة is a part of the organizational that is responsible for this activity. Every organizational has an organizational function because every organizational creates some types of services or products. However, not all types of organizational will necessarily call the operational functions by this name. Note in addition that we also use the short term the operations. بعض الأحيان نسميه مثلا operations في بعض المنظمات بسمى operations يعني عملية عادية or operations اللي هو العمليات اللي هو interchangeably with the operational functions تالي بالتبادل مع وظيفة العمليات يعني بسموه يكون مثلا عملية أو عمليات بالتبادل أو بالتغيير مع إدارة اسمها إدارة operational management هذا هو يعني يوضح أنه اختلاف مسميات الإدارة داخل المنظمات أو داخل الهياكل الإدارية بالنسبة للشركات لكن الغرض الأساسي هي تحويل المنتجات أو بتعمل create بتنتج اللي هو بتخلق يعني عدد من المنتجات والخدمات ويتم تسليمها الى اللي هو العملاء اللي هو قضاء الاحتياجات والرغبات التي يحتاجونها لانه المجتمع او العميل لديه احتياجات غير مشبعة بالتالي المنظمات بتوفر السلع والخدمات والسلع والخدمات بتوفرها عن طريق إدارة في المنظمة يسمى إدارة تشغيلية او إدارة العمليات التشغيلية بالتالي يعني بتوفر السلع والخدمات بالنسبة ليه اللي هو العملاء في البيئة الخارجية بالتالي هناك اختلافات في المسميات بالنسبة للإدارة داخل أي منظمة في
اللي هو العمليات او الهياكل الاداريه بالنسبه للمنظمات. Operational managers are the people who have a particular responsibility for managing some or all of the resources that make up the operational functions. بالتالي مدير العمليات هم الاشخاص والاشخاص الذين يعني يتحملون مسؤوليه خاصه لاداره هذه الاداره اللي هي الاداره التشغيليه. وكل الموارد all كل الموارد التي تشكل وظيفه العمليات، يعني كل الموارد اللي بتشكل لي اداره اداره اللي هو الاداره التشغيليه من مسؤوليه مديري اللي هو ريسبونس اللي هو مديري العمليات اللي هو المانجرز اللي هو الاوبريشنال مانجرز المديري الخاص المديرين في اداره العمليات لكل منظمه او لكل شركه. Again in some organizations the operational managers could be called by some other name. يعني بنلقى انه في بعض الشركات بوضح انه كل منظمه لديها وظيفه معينه اسم وظيفه العمليات، بالتالي يعني في بعض المنظمات يمكن استدعاء او يمكن ان يسمى مدير العمليات باسماء اخرى غير مدير العمليات، يسموهم بعض المنظمات قد يكون مدير الاداره التشغيليه، وبعض المنظمات قد يكون مدير العمليات، وبعض المنظمات مدير اداره الانتاج والعمليات، اختلاف المسميات على حسب الهيكل الاداري والمسمى الوظيفي بالنسبه للمدير، ولكن كنشاط او كمهمه وظيفيه يمارسون نفس النشاط كرييت اللي هو سيرفيسز and products to deliver لتسليمها الى الكاستمر. بالتالي هناك بس فقط اختلاف في المسميات. فور اكزامبل ده مثال بوضح انه يعني على سبيل المثال قد يعني فور اكزامبل هي اور شي مايت بي كولد ذا فليت مانجر. فليت مانجر اللي هو مدير الاسطول، مدير الاسطول ان ديستريبيوشن كومباني في شركات الخاصه بشنو؟ شركات التوزيع بيسموها اللي هو مدير الاسطول مثلا. ذا ادمنستريتيف مانجر المدير الاداري، المدير الاداري في شنو؟ في الهوسبيتال مثلا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المستشفيات يسموها المدير الطبي او المدير الاداري بالنسبه ليه؟ اللي هو بيقوم بالعمليات التشغيليه. ان ستور مانجرز اللي هو الستور مانجرز اللي هو المدير مدير المتجر مثلا ان ذا سوبر ماركت اذا كان في اسواق الجوانب الخاصه سوبر ماركت المدير التشغيلي بيسموه ستور مانجر. يعني اختلاف المسميات هذا ما يؤكد انه اللي هو هذه الشريحه بوضح انه مدير هو اشخاص مسؤولين عن اداره العمليات وكل الموارد داخل المنظمه، وهناك اختلاف على مسمى المدير التشغيلي او مدير العمليات مع اختلاف انواع الشركات او ما اختلاف انواع المنظمات او ما اختلاف انواع اللي هو النشاط التي تمارسها الشركه او الشركات في المجال المعين. فهنا تيبل لجدول بوضح شو سم اوف ذا اكتيفيتيز اوف ذا اوبريشن فانكشن فور ذا فيريس تايب اوف اورجانيزيشن اللي هو انواع مختلفه من التنظيم. هذا هو جدول بوضح سم اكتيفيتي اوف ذا اوبريشنال فانكشنز ان فيريس اورجانيزيشنال. نلقى هنا اللي هو انترنت سيرفيس اللي هو بروفايد اللي هو مزود خدمات الانترنت، بيكون عندهم انشطه او عندهم مينتينز ابديت هاردوير ابديت سوفتوير ان اللي هو كونتنت عباره عن شركه يسمى هنا الجانب التشغيلي، وهنا عدد من الجوانب اللي هو التشغيليه الاوبريشنال فانكشنز عنده وظائف. هنا الفاست فود تشين اللي هو الوجبات السريعه، المطاعم بتقدم زي الساندويتش الهامبرجر عدد من انواع الساندويتشات او اللي هو الوجبات السريعه بصفه عامه كاوبريشنز عندها ايضا يعني في عملياتها او مدير العمليات بختلف عن الجانب الخاص في الانترنت او مزود خدمه الانترنت. وعندما ناتي الى الانترناشونال ايد شارتي اللي هو المنظمات الخيريه الانترنت شارتي اللي هو المنظمات الخيريه العالميه تكون عندها عمليات، لكن عملياتها بتختلف عن شنو؟ بتختلف عن الفاست فود تشين عن اللي هو الانترنت سيرفيس ديليفر. ونجي هنا ناتي في الجزء الاخير ايضا كاكزامبل لاوبريشنال ايضا الفيرنيتشر مانيفاكتشر اللي هو الاساسات، الفيرنيتشر الاساسات او التصنيع بتاع الاساسات يكون عندها لديها مدير تشغيلي او مدير عمليات، بالتالي بيمارس نشاط او بيمارس يعني انظمه او بيمارس عمليه تشغيليه بيختلف عن اللي هو الشركات الاخرى. بالتالي هنا يعني سم اكتيفيتيز عدد من الانشطه بالتالي لإدارة بتاعت operations إدارة تشغيلية وإدارة عمليات لعدد من اللي هو الشركات، باختلاف المسمى الوظيفي قد تكون في اختلاف أو المسمى الوظيفي حتى إذا كان بنفس الأسماء، لكن بنرى إنه النشاطات
المختلفة اللي هو مسمى شركات، يأتي أنه هناك اختلافات في العملية، ولكن كل من هذه المديرين يعني من خلال عمليات يوفر اللي هو السلع والخدمات، أو اللي هو النشاط الذي تمارسها المنظمة من أجل توفير سلع أو خدمات بالنسبة للمستهلك أو العميل في البيئة الخارجية. Operations in the organization اللي هو أتكلم عن العمليات المنظمة نفسها. The operations function in central to the organizational because it creates and delivers services and products which is it reason for existing. The operational function is one of the three core functions of any organizational. تالي وضح انه يعني وظيفة العمليات يعني هي مركز المؤسسة وتقدم خدمات او منتجات، هذا شيء متفق عليه وحسب نشاط اللي هو شركة. ده سبب وجود اي شركة انها تقدم خدمة او منتج في السوق المعين. بالتالي يعني بتكون من 3 وظائف اساسية لاي منظمة. وظيفة العمليات هي واحدة من 3 وظائف اساسية لاي منظمة، اما تكون ذا ماركتينج يعني وظيفة الخاصة بالماركتينج، ده انكلود السيلز اللي هو فانكشنز وظيفة التسويق بمعنى مزولة عن توصيل خدمات ومنتجات للمنظمة الى أسواق من أجل إنشاء طلبات للعملاء، which is responsible for communicating the organizational service and products to its markets in order to generate a customer request. كذلك اللي هو the product services development functions. إذا بكون مارس اللي هو وظيفة تطوير المنتج أو الخدمة، يعني مسؤول عن تطوير المنتج أو الخدمة في المجال المعين. ابتكار اللي هو which is responsible for coming up with new and modify. new اللي هو حاجة جديدة، خدمة جديدة، new service and product يعني خدمة جديدة إما منتج جديد، in order to generate future customer request. بالتالي يعني من أجل إنشاء طلبات للعملاء في المستقبل. كذلك اللي هو the operational functions اللي هو أيضا وظيفة العمليات، which is responsible for the creation and the delivery of services and the product based on the customer request. تالي يعني كذلك وظيفة العمليات هي المسؤولة عن إنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات بناء على طلبات العملاء. يعني هنا العمليات في المنظمة، العمليات operations in organization، العمليات في المنظمة دائما يعني هي واحدة من 3 وظائف أساسية لأي منظمة. يعني one of the three core function of any organizational. إما تكون the marketing التسويق، the product service development تطوير المنتج، أو العملية نفسها اللي هو العملية، لأنه وتعرفنا إنه العملية هي أو الوظيفة العمليات هي المسؤولة عن إنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات بناء على طلبات أو رغبات العملاء. يعني لا يوجد شركة بتنتج منتجات أو خدمات وليس يكون لديها طلبات في السوق أو طلبية في السوق. بالتالي كل المنتجات والخدمات التي يعني تقوم بالخدمات التي تقوم بتزويدها من قبل المنظمات، والمنتجات التي تقوم بتقديمها من قبل اللي هو الشركات بناء على طلبات ورغبات العملاء. لانه قبل عمليه الانتاج بيسبق عمليه اللي هو التحليل البيئي او عمليه المسح البيئي لمعرفه اللي هو الجوانب الاساسيه فيما يتعلق بالصناعه او الخدمه التي تريد المنظمه ان تقدمها. بالتالي بناء على ذلك وبناء على نتائج التحليل بسيق استراتيجية معينة، بالتالي بيقوم بصناعة تلك المنتج أو الخدمة التي تشبه رغبات واحتياجات العملاء في البيئة المعينة أو البيئة التي تمارس فيها الشركة أو تمارس فيها المنظمة أعمالها، وتريد أن تحقق أرباح وقيمة اقتصادية، وتريد في نفس الوقت أن يعني تخلق قيمة أو value بالنسبة للعميل أو الكاستمر في البيئة الخارجية. طيب if foundational to modern management اللي هو يعني الإدارة الحديثة، دائما يعني الإدارة الحديثة لا بتعيق حدود الخاصة بالعمليات الإدارية الفعالة. modern management that functional boundaries should not hinder efficient internal process. يعني هنا الإدارة الحديثة الآن بتصبح
يعني إدارة إدارة ال إدارة ال إدارة عندما نتحدث عن الإدارة الحديثة ونتحدث عن إدارة العمليات أو الإدارة التشغيلية، هتصبح هي جزء من الإدارة الحديثة اللي هو التي تمارسها الأعمال أو تمارسها الشركات الخاصة بشركة شركة البيزنس أو الشركات التي يعني الهدف الأساسي منها تحقيق الأرباح. بالتالي يعني نوضح هنا في شكل بوضح لنا اللي هو some of the relationship between operational and other functions، يعني في هناك يعني علاقات بين وظيفة العمليات والوظائف الأخرى من حيث تدفق المعلومات. يعني في الإدارة الحديثة يعني حتى تدفق المعلومات يكون ما بين الإدارات المختلفة، يكون في تناغم ما بين الإدارات الموجودة في الهيكل التنظيمي من أجل وصول اللي هو المنظمة لأهدافها بكفاءة وفاعلية، أو ب يعني تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية. عندما نتحدث عن الكفاءة والفاعلية نتحدث بأحسن الطرق وأقل التكاليف بالنسبة ليه اللي هو يعني الشركات أو المنظمات التي تمارس أعمالها من خلال التناغم. بالتالي في بعض الوظائف يسموها support functions اللي هو الوظائف اللي هو الداعمة have a different relation with operational than the other core functions. بالتالي الوظائف اللي هو بتكون وظائف إنه بتدعم لها علاقة مع العمليات المختلفة أو العمليات المختلفة في المنظمة عن الوظائف الأساسية الأخرى. الوظائف الأساسية الأخرى طبعا نتكلم عن الوظائف الأساسية، نتكلم عن اللي هو الأوبريشنال مانجمنت. طيب أوبريشنال مانجمنت ريسبونسبيلتي هي مسؤولة عن شنو؟ مسؤولة to support functions is primary to make sure that they understand the operational needs and help them to satisfy these needs. بالتالي يعني مسؤولة دعم الوظائف في المقام الأول ويعني وفهم الاحتياجات، يعني needs اللي هو الاوبريشنال understanding operational needs، فهم الاحتياجات التشغيلية والاحتياجات الخاصة بالعمليات والمساعدة على تلبية هذه الاحتياجات help them to satisfy these needs. طيب شوف الشكل بيوضح انه هناك عدد اللي هو إدارة العمليات بنلقى انه هو هنا الاوبريشنال مانجمنت الاوبريشنال فانكشنز الوظيفة الخاصة به العمليات. طيب نمسك من الجانب التكنولوجي نلقى يعني المساهم ده دي المعلومات اللي بيمد اداره العمليات للتكنولوجيا، وبالجانب الاخر التكنولوجيا بيمد معلومات بالنسبه لشنو؟ بالنسبه لاداره الاداره التشغيليه واداره العمليات. طيب هنا بتمثل في اللي هو بروسيس تكنولوجي نيدز اللي هو الاحتياجات اللي بيحتاجها العمليات من ناحيه بتاع التكنولوجيا. هنا اللي هو بروسيس تكنولوجي اللي هو اوبشنز بدي خيارات، بيديه خيارات الخاصه بالجانب التكنولوجي في ذات المهام اللي هو البرودكت سيرفيسز ديفلوبمنت ان اللي هو فانكشنز. طيب هنا اللي هو اداره العمليات يعني بيمد اللي هو التوصيل او التواصل كوميونيكيتنج ذا كابابيلتيز اند كونستراكشن اوف اوبريشنال بروسيس. بنفس الوقت هنا يعني بيحتاج انه بيمدوا انه في نيو برودكت سيرفيسز ايديا افكار بمعلومات وخدمات جديده. الوظيفه الاخرى ايدي من الوظائف اللي هو الماركتنج فانكشنز وظيفه التسويق. طيب وظيفه التسويق دايما بيمد اللي هو المعلومات للجانب الخاص بالاوبريشنز ماركت ريكويرمنت متطلبات السوق، السوق محتاج شنو متطلبات السوق. وهنا اللي هو الكمبيوتنج ذا كابابيلتيز اند ذا اللي هو كونستراكشن اوف operational process. بنفس الكيفية اللي هو الانفورميشن، يعني كل الوظائف معلومات متبادلة كما تحدثنا في الشريحة الفائتة. مثلا الانفورميشن سيستم اللي هو الفانكشنز الوظيفة مع وظيفة الاوبريشنال الوظيفة التشغيلية. طبعا الوظيفة التشغيلية اللي هو communicating information system needs and information system needs information system functions to support about information to operational functions system for design planning and control and improvement والhuman resource management إدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية التشغيل communicate human resource needs الاحتياجات اللي هو أنا عاوزه من الموارد البشرية الموارد البشري. والموارد البشرية بيمد بشنو؟ بيمد باللي هو recruitment بعملية التوظيف و development التطوير و training اللي هو التدريب بالنسبة للعاملين حتى يواكبوا العملية الخاصة في الجانب اللي هو التشغيلي. أخيرا اللي هو accounting and finance functions اللي هو إدارة التشغيل بيطلب شنو؟ بيطلب اللي هو division of the relative data وإدارة التشغيلية أو إدارة الـ accounting and finance information
financial analysis تحليل مالي for performance بال performance measurement and decision making عشان يساعد في عملية اتخاذ القرار. بالتالي هذا هو ما يتعلق به إنه الوظيفة العلاقة ما بين الوظيفة اللي هو وظيفة التشغيل الإدارة التشغيلية مع الوظائف الأخرى. بالتالي يعني هناك يعني العمليات الداخلية داخل المنظمة يكون في عدد من الوظائف العلاقات بيسموه العلاقات، تسمى هذا العلاقات بين العمليات والوظائف الأخرى من حيث تدفق المعلومات. يعني هذا الشكل بيوضح إنه العلاقات ما بين إدارة العمليات أو الإدارة التشغيلية والوظائف الأخرى من حيث تدفق المعلومات، من حيث تدفق المعلومات داخل المنظمة. بالتالي العملية هذه هي عملية تكاملية، عملية تكاملية، لأن فعلا هو إدارة التشغيل أو إدارة العمليات بتوفر السلع والخدمات كما ذكرنا سالفا لإدارة للمنظمة وتسليمها إلى اللي هو الجهات المعنية في المنظمة لتسويق تلك السلع والخدمات. لكن لابد يكون هناك احتياجات و معلومات متكاملة أو معلومات متبادلة ما بين الإدارات الأخرى أو الإدارات الفنية الأخرى داخل المنظمة لتقديم تلك المنتجات أو الخدمات بكفاءة وفاعلية أو الطريقة التي تريدها إدارة التسويق لتسويق تلك المنتجات والخدمات. طيب السؤال الثاني أو الموضوع الثاني في هذه المحاضرة: Why is operations management important؟ لماذا تعتبر العمليات مهمة in all types of organization في كل المنظمات؟ سؤال مهم جدا، يعتبر مهمة يعني ممكن نجاوب عليه، ويعتبر مهم لأنه الإدارة التي تقوم بتوفير أو تقوم بصناعة الصناعة المعينة أو الخدمة المعينة التي تقوم المنظمة أو الشركة بتسويقها في الأسواق المختلفة. لكن نقرأ هذا الكلام ونشرح. In some type of organization it is اللي هو الجانب الخاص relatively easy to visualize the operational functions and what it does even if we have never seen it. طيب في بعض انواع المؤسسات من السهوله نسبيا relatively نسبيا انه تصور وظيفه العمليات وماذا تفعل حتى لو لم يعني نرى هذه الوظيفه على ارض الواقع، لكن نتصور انها ماذا تعمل. تعمل ليه؟ لانها بتقدم اللي هو سلع الخدمات. فور اكزامبل هنا مثال بوضح انه يعني مثلا زي يعني بعض الشركات عندها يعني هي موجوده في all type of organization. في بعض المنظمات قال انه يكون يعني وظيفه العمليات هي يعني لا نستطيع يعني لا نعرف ماذا هي تفعل، لكن تكون لتلك المنظمه عندها فاعليه، عندها يعني اهداف وعندها نتائج ايجابيه. مثلا فور اكزامبل اللي هو الادفرتايزنج ايجنسي اللي هو يعني بسبيل المثال على وكالة الإعلانات، بيشوف إنه بيكون في قمود في الجانب التشغيلي. يعني ده هو كمثال، يعني واضح إنه كمثال. يعني هل إدارة التشغيل هو مهمة في كل المنظمات؟ طيب واي هو مهم؟ يعني ما لماذا؟ وإنه مهم هو بيكون بجانب معين، لكن في بعض الشركات ما بتكون نشاطها هي واضحة بالطريقة أو مفهومة يعني من قبل مقارنة بالشركات الأخرى. لكن يعني واضح إنه كسبيل المثال اللي هو الأدفرتايزنج يعني زي شركات الإعلان. and what their operational functions ما هي وظيفة الإعلان وظيفة التشغيلية بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لشركات الإعلانات. بالتالي هنا الإجابة to clue leads in the world اللي هو create. يعني إحنا الكلام ده كله هو الأسئلة دي قال بنختصرها في إجابة واحدة معينة. يعني المفتاح يمكن في كلمة اللي هو إنشاء create. تعلم هو في create إنك بتنشئ يعني عمليات وتكون لها صدى وقبول كبير جدا في الممارسة اللي انت بتمارسها كمنظمة او كشركة. هذا يعتبر انك انت خلقت عملت كرييت لعملية شنو؟ عملية اللي هو العمليات اذا كان خدمات او منتجات. كرييت اني بزنس ذات كرييت سمثينج ماست يوز ريسورسز تو دو سو اند سو ما سو ماست هاف ان اوبريشنال اكتيفيتي. طيب كلمة إنشاء أي عمل، يعني أي عمل يقوم بإنشاء شيء ما. يعني أصل حقبيل يعني هنا يعني شركة يعني الناس لا تستطيع أن تعرف العمليات التي تقوم بها شركات الإعلانات أو وكالات الإعلانات وما هي الوظيفة العمليات التي تمارسها. لكن الإجابة بقول إنه طالما عندها هي إنشاء كرييت معناته عندها وظيفة بتاعت شنو؟ عندها لديها وظيفة بتاعت عمليات operational. وأني بزنس أي عمل
بتخلق something create بتخلق شيء ما يجب أن يستخدم موارد معينة لفعل ذلك and so يعني هذا must have an اللي هو operation activity معناها لديها شنو لديها نشاط بتاع عمليات أو نشاط عمليات هذا هو الإجابة بالتالي يعني إدارة العمليات هي مهمة في كل المنظمات في كل المنظمات لأن بتنشئ إذا كان منظمة خدمية أو منظمات صناعية بتنشئ يعني بتعمل create business وcreate something أي حاجة بالتالي يعني ومن خلال استخدام موارد معينة نجب أن نقول إن هي تمارس نشاط بتاع عمليات أو نشاط اللي هو operational نشاط عمليات أو operational activities. طيب هنا اللي هو also the automobile plant and advertising agency do have one important element in common but have a higher objective. بوضح انه يعني الشركات مثلا كل شركات وكاله الاعلان لديها شركه اللي هو الاوتوموبايل بيتكلم عن شركه مصنع السيارات ووكاله الاعلانات لديها عناصر بيكون مشتركه وبالتالي كل واحد عنده هدف to make and اللي هو profit from creating and delivering their products or services كل عنده هدف بالتالي بتحقق ربح وإنشاء وتقديم خدمات أو منتجات معينة بالتالي عندما تقدم إنشاء وخدمات إنشاء وتقديم سلع وخدمة معينة إنك بتحقق أرباح بالتالي لديك هدف معين من خلاله تم إنشاء تلك العمليات ومع ذلك اللي هو yet not for a profit organization also use their resources to create and deliver services not to make and profit but to service society in to serve society in some way بالتالي المنظمات أو يعني الشركات يعني في شركات منظمات او شركات غير هادفه للربح تستخدم ايضا موارد لانشاء وتقديم خدمات لكن ليس لتحقيق ربح معين بالتالي يعني لكن لخدمه المجتمع بطريقه ما but serve society of some way and بطرق مختلفه look at the following examples اللي هو الامثله معينه انه يعني بعض الشركات اللي هو بتوضح انه في اللي هو يعني شركات هي خيرية بتقدم يعني حتى شركات الخيرية الشارتي ويعني لما أقول الشارتي وشركات الآن الفوران آن أون بروفيت يعني هي الغير قابلة لتحقيق أرباح عشان تقدم خدمة لمجتمع معين تسيرف سوسيتي بتمارس نشاط اللي هو العمليات لديها إدارة ثم إدارة العمليات لتقديم تلك السلع أو الخدمة دون مقابل أو دون تحقيق أرباح لتلك السلع أو الخدمة بالتالي هنا اللي هو بوضح إنه هذا اللي هو شركات اللي صم الشركات إن غير هدف الربح. طيب so whatever terminology is used there is a common them and a common purpose of to have we and visualize the operational activity in any type of organization. بالتالي يعني من المهم يعني المصطلحات المستخدمة هناك موضوع مشترك وهدف مشترك لكيفية تصور نشاط العمليات في نوع من المنظمات أو في نوع من أنواع المنظمات بالتالي المنظمات قد تكون هي small or يعني large صغيرة أو كبيرة service or manufacturing خدمية أو صناعية أو تصنيعية public or private شركات عامة أو شركات يعني هي خاصة profit or non for profit اللي هو للربحية أو غير هادفة غير هذه في الربح طيب operational management use resources to appropriately create outputs that fulfill defined market requirement اللي هو الإدارة العمليات دي يعني بيستخدم الموارد لإنشاء النواتج أو إنشاء النتائج اللي هو المناسبة التي تفي متطلبات السوق المحددة وده في شكل معين بوضح لنا الجانب الخاص نشوف الشكل في الإصلاحات اللي هو القادم however also the essential natural in the purpose of operational management it is some in any type of organizational there are some special issues to consider particularly in smaller اللي هو organizational at those who purpose to maximize something other than a profit بالتالي يعني بالرغم انه يعني الشركات النور الجانب الطبيعي purpose هو الغرض من إدارة العمليات هي انه يعني الغرض من إدارة العمليات نفس في اي نوع من انواع المنظمات لكن هناك بعض القضايا الخاصة التي يجب مراعاتها لا سيما في المؤسسات اللي هو او الشركات الصغيرة السمولر اللي هو الشركات الصغيرة بالتالي والتي تهدف الى تعظيم
شيء آخر قيد الربح. حتى يعني هي مهمة جدا الاوبريشن مانجمنت حتى في الشركات الصغيرة التي تهدف لأهداف أخرى، أهداف يعني غير الأهداف الربحية. بالتالي يعتبر إدارة التشغيل أو إدارة العمليات وإدارة مهمة في تلك. طيب نشوف اللي هو الاستايت اللي هو الشكل اللي أنا بوفر إنه ده عدد من ده بوضح لنا من الطبيعة الأساسية والغرض من إدارة العمليات. يعني بيكون operation management use اللي هو بيكون عندك resources، بيكون عندك موارد. الموارد دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن transformation resources، الحاجات التحويلية قابلة للتحويل. أوكي، واللي هو appropriately وقد يكون هنا اللي هو transfer العملية بتاعة التحويل. create برضو transfer، يعني أو استخلق عملية بتاعة اللي هو natural of the transformation. and outputs بكون سلع او خدمات، اوكي سيرفيس او برودكتس، بالتالي بكون ناشوال او ذا يعني طبيعه السلع او طبيعه الخدمه التي تقدمها. ده نشاط جروب معين. هنا ايضا اللي هو الترانسفور اللي هو فولفيل تحدث عنها، واللي هو ديفايند يكون بعمليه التعريف. التعريف هذا يسمى به اللي هو الاوبجكتيفز، والماركت اللي هو الكاستمر سيتيزنز ان اللي هو كلاينتس، الكلاينتس اللي هو العملاء ايضا او العملاء في البيئه المعينه. بالتالي هو دي الاوبريشنز او الاوت كمز بالنسبه للشركه او هذه الشركات. اخيرا اللي هو الريكويرمنت المتطلبات، قد يكون هو ديماند نيد كاستمرز دريمز اللي هو احلام العملاء، بالتالي عن طريق اللي هو يسمى الاوبجكتيف بالنسبه لهذه الشركات. يعني اختلاف الشركات او اختلاف اللي هو يعني الطبيعه الاساسيه والغرض الاساسي من العمليات في كل نوع من المنظمات، بدي انه يعني كل شركه عندها يعني يعني هي العمليه كبروسيس هي عباره عن مدخلات يعني عمليات تحويليه ومخرجات، لكن تختلف من الشركات. قد تكون شركه ربحيه او شركه غير ربحيه، وكل هذه انواع الشركات بتمارس وظيفه يسمى بوظيفه الاوبريشنال اكتيفيتي او النشاط اللي هو الخاص بالعمليات في المجال المعين. اوبريشنال مانجمنت ان ذا سمولر اورجانيزيشن، ختمنا بانه وقلنا مهم جدا حتى في الشركات الصغيره والغير هادفه في الربح. هذا السلايد يوضح انه اداره العمليات في الشركات او في المنظمات الصغيره والاصغر، السمولر اللي هو الاصغر. اوبريشنال مانجمنت از جاست از امبورتنت ان سمول مانجرز as it is in large ones. يعني تعتبر اداره العمليات مهمه في المؤسسات الصغيره في اللي هو الشركات الصغيره، بالتالي كما هي مهمه في المنظمات الكبيره. يعني عندها اهميه في كل نوع من انواع المنظمات. اوكي respective or their size. All companies need to create and deliver their services and products effectively and efficiently. بالتالي يعني بغض النظر عن حجم الشركة، إذا كان شركة كبيرة أو صغيرة، في كل الأحوال إنه يحتاج جميع الشركات إلى إنشاء وتقديم خدمات ومنتجات بكفاءة وفاعلية. كفاءة استخدام أمثل للموارد، فاعلية المقدرة على تحقيق الأهداف. الهدف الأساسي إذا كان هدف ربحي أو هدف غير ربحي بالنسبة للشركة في المجال المعين. However, in practice managing operations in smaller or medium-sized organizational has its own set of problems. Large companies may have the resources to dedicate individuals to specialized tasks, but smaller companies often cannot. So people may have to do different jobs as the need areas. طيب يعني قد تمتلك قال الشركات الكبيرة يعني السمول البيك هاويبر من اللي هو الشركات الكبيرة اللي هو البيك كمباني، الشركات ذات الأحجام الكبيرة، يعني قالنا شركات ذات الحجم الكبير تمتلك اللي هو يعني الموارد اللازمة لتكريس الأفراد لمهام متخصصة. يعني كل زول عنده او كل شخص عنده لديه مهام متخصص بناء على الهيكل التنظيمي للشركات الكبيره لانها تمتلك موارد. طيب ولكن الشركات الصغيره لا تستطيع في كثير من الاحيان. سمولر انتربرايز اورجانيزيشنال اللي هو لا تستطيع. هنا اللارج كومبانيز هاف ذا ريسورسز ديديكيتد انديفيدوال تو سبيشلايز تاسك، عنده يكون في مهام خاصه. But smaller شركات الصغيرة companies often cannot لا تستطيع. So people may have to do different jobs as the need areas. بالتالي يعني لذلك يمكن أن يكون للعمليات الصغيرة مزايا كبيرة أيضا. بكون عندها مزايا كبيرة من غير وجود اللي هو هيكل تنظيمي من غير مهام. لماذا؟ لأن لديها إدارة يسمى بإدارة التشغيل.
لا غنى عن إدارة التشغيل حتى في الشركات الصغيرة الحجم أو الشركات الأصغر اللي هو السمولر. such an informal structure can allow to company to general خاص بي اللي هو respond quickly as opportunity or problems present themselves. يعني تسمح الهيكل بتاع الشركات الصغيرة دي التي لا تستطيع اللي هو إن لديها أموال اللي هو بيسموه الهيكل غير الرسمي، لأنه الهيكل الرسمي دائما يكون في الشركات الكبيرة ولا لديها تسلسل إداري سلطات ومسؤوليات ومهام كما ذكرنا قبل قليل في الشركات الكبيرة. بالاستجابة الهيكل الصغير ده بيسمح للشركات بالاستجابة بسرعة عندما تصير في يكون عملية بتاعت opportunity. opportunity اللي هو الفرص، عندما تكون هناك يعني فرص opportunity أو اللي هو فرص الخاصة بالمشاكل نفسها. بالتالي such an informal structure الهيكل غير رسمي can allow the company to respond quickly to opportunities or problems اللي هو or problems الفرص أو المشاكل present themselves. عشان بتعمل لماذا؟ لعملية اللي هو الجانب الخاص بأنها يمكن أن تدير نفسها في مجال المعين. بالتالي حتى يعني العمليات الخاصة أو الجوانب الخاصة في الإدارة التشغيلية ومهمة جدا حتى في الشركات الصغيرة. But decision making can also became confused. يكون في عملية بتاع التشويش لمتخذي القرارات decision making as individuals role اللي هو overlap. في عملية overlap اللي هو يعني يمكن أيضا أن يصبح صنع القرار مشوش لكن مع تداخل الأدوار في overlap. ليه؟ لأنه هيكل قلنا informal يعني غير رسمي، بالتالي في overlap والoverlap بخليك اللي هو confuse تشويش، بالتالي ما بتكون يعني لمهام إدارة التشغيل هي يعني تؤدي نفس الأهداف كما تؤديها الشركات الكبيرة التي تنظم يتم تنظيمها عن طريق اللي هو الجانب الخاص بهناك بالتاسك والمهام. يعني بيخلق تشويش للديزيشن ميكر أو لمتخذي القرارات في المجال المعين. بالتالي هذا هو الفرق لإدارة التشغيل في اللي هو في الشركات الكبيرة وذات الهياكل الرسمية والشركات الصغيرة ذات الانفورمال استراكشر في المجال المعين. طيب operational management in not for profit organization يعني إدارة العمليات أو في المنظمات الغير الهادفة للربح. شوف هنتكلم عن operational وإدارة العمليات أو إدارة تشغيلية. يعني إدارة العمليات هي الإدارة التي تقوم بالعملية التشغيلية داخل شنو؟ داخل المنظمة. بالتالي كإدارة تسمى بإدارة العمليات. والجانب التشغيلي بيتبناه إدارة العمليات داخل المنظمة. لذلك اللي هو يعني هذا يسمى بالoperations اللي هو العمليات. operation management إدارة العمليات in not for profit organization إدارة العمليات في المنظمات غير الهادفة للربح. بالتالي يعني dreams such as competitive advantage markets and business which are used in this box are usually associated with companies in the for-profit sector. يعني قال يعني هنا السيد هذا بوضح انه المصطلحات الخاصة مثل الcomparative advantage الميزة التنافسية واللي هو الأسواق والأعمال اللي هو الماركت والأعمال. يعني باختصار عندما نتحدث عن الميزة التنافسية ونتحدث عن الماركت الأسواق ونتحدث عن الأعمال أو الأعمال، نحن هنا نستخدم اللي هو القطاع الربحي، نتحدث عن القطاع الربحي أو الشركات الهادفة للربح which are used in this book اللي هو تم استخدامه في هذا الكتاب are usually associated with اللي هو companies in the for profit profit sector اللي هو الشركات الهادفة لشنو؟ الهادفة للربح. لكن الشركات التي لا تكون أهدافها الربحية ما بتركز في الميزة التنافسية لأنه ما في منافسة، ولا حتى تركز في الأسواق اللي هو المستهدفة، ولا تركز بأنها أعمال لأنه الأعمال عندما نتحدث عن الأعمال نتحدث عن يعني شركات أعمال هدفها الأساسي هو تحقيق الأرباح مع الأهداف الأخرى التي يعني تستطيع المنظمة والشركة أن تحققها. بالتالي اللي هو هذا الجانب يتحقق عن يعني اللي هو في إدارة، لكن يعني في هذا يت اوبر يعني هنا في نواصل في هذا السلايد يت اوبريشنال مانجمنت از اولسو ريليفنت تو اورجانيزيشنال هوز بيربوس از نوت برايمري تو ايرن بروفيت مانجينج ذا اوبريشنز ان ان
انيمال، يعني بيتحدث هنا انه يعني بعد شركات اللي هو الشركات في المقابل انه الشركات او اداره العمليات ذات الصله ايضا بالمنظمات يعني لا تهدف في المقام الاول لتحقيق الارباح زي اداره العمليات في المؤسسات الخيريه، مؤسسات اللي هو البحوث تكلم عن التشاريتي او الانيمالز اللي هو رعايه الجانب الخاص به اللي هو في المقام الاول بيسموه رعايه الحيوانات والمستشفيات الخيريه والمراكز البحوث والمراكز الحكوميه، دي كلها عباره عن منظمات او شركات غير هادفه شنو؟ غير هادفه شنو؟ غير هادفه للربح، بالتالي لديها برضو اداره عمليات بتمارس تلك الاعمال او تلك الاعمال ب يعني بمهنيه عاليه جدا لتحقيق او لتوفير السلع والخدمات، لكن يعني هذه السلع او الخدمات التي تقدم من تلك الشركات لا، الهدف الاساسي منها ليس تحقيق الربحيه في المجال المعني، هي في الاساس نفسها كما هو في الحال في المنظمات التجاريه، بالتالي يعني في نفس الجانب بتقوم بنفس العمليات ديبارتمنت انيشيلي بس سم از ان ذا اللي هو الكوميرشال اورجنايز، بتقوم بنفس العمليات اللي بتقوم بها اللي هو المنظمات التجاريه، المنظمات التجاريه بتقوم بهدفها الاساسي الكومبتيتيف ادفانتج، تستهدف الاسواق، دراسه الاسواق اللي هو البيزنس، يعني المصطلحات دي بتشير لانه هناك هذه الشركات هدفها الاساسي هي تحقيق الربحيه وليست اللي هو عدم الربح. The new operations اللي هو اجنده تحدث عن اللي هو اجنده العمليات الجديده. Over the last few years, change in the business environment have had a significant impact on the challenges focused by operational management. تالي على مدى السنوات القليله الماضيه يعني كانت التغيرات في بيئة العمل له تأثير كبير جدا على التحديات التي يواجهها مدير العمليات في المجال المعين، يعني كان في تحديات في تشالنج، يعني تشالنج اللي هو التحديات بواجه منه؟ بواجه مدير العمليات. من وين؟ من خلال التشينج، التغيرات اللي هو البيزنس انفايرمنت، من خلال التغيرات اللي حصلت شنو؟ في اللي هو في الانفايرمنت، في البيئة الجانب الخاص بالنسبة لشركة بالنسبة لي اللي هو العمل. بالتالي يعني some of them are in the اللي هو response the change in the national of the demand idea demand site تالي يعني بعضها استجابة للتغيرات في طبيعة اللي هو جانب الطلب، يعني دائما انت كمدير operational management تستجيب لتلك التغيرات الموجودة في البيئة في الانفايرومنت اللي هو لشنو؟ لشنو يكون في طلبيات لشنو؟ طلبيات للجانب الخاص في المنتج او الخدمة المعينة التي يقدمها الشركة، انه كما تحدثنا انه مدير العمليات بترجم من خلال المعلومات التي تتدفق من قبل الادارات المختلفه في المنظمه كما شرحنا في الشكل، هناك يعني معلومات من اداره التسويق ومعلومات ومعلومات تبادليه بينها وبين اداره اللي هو التكنولوجي واداره الماركتينج، هذه التبادلات يخليك انك تترجم تستجيب لشنو؟ تستجيب للتغير البيئي الموجود في المجال معين، التغير البيئي بالتالي انا يعني لماذا لانه لازم استجيب للي هو يكون هناك طلبيه او يكون هناك طلبيه للمنتجات التي انا اعرضها في السوق مقابل اللي هو التغير البيئي، لانه التشينج خلاص انا لازم استجيب للتغيرات، اذا لم استجيب للتغيرات لا استطيع المنافسه، لان حتكلم عن اجنده جديده فرضتها البيئه التنافسيه وبناء عليها أريد أن أكون يعني شركة موجودة في السوق ولدي طلب كبير جدا من المنتجات أو الخدمات التي أقدمها للمستهلكين أو العملاء، بالتالي لابد من اللي هو استجيب لتلك التغيرات فيما يتعلق بالجانب اللي هو في زيادة الطلبيات أو الديماند. Customer have increased ethical and environmental sensitivity also the impact of new process technologies in both manufacturing and the services is having a dramatic effect radically altering the operating practices of almost every industry. بالتالي يعني العملاء يعني الحساسية العملاء الأخلاقية والبيئية الاثنين مع بعض، عشان كده الشركات لازم تكلمنا في المحاضرة التاسعة للجانب الإيثيكال للجانب الأخلاقي. Customer have increasing تزايد الجانب الأخلاقية والبيئية في اللي هو دي الحساسية اللي هو
حساسية العملاء من الناحية الأخلاقية والبيئية ده بعد له تأثير في تقنيات العمليات الجديدة. Also the impact of the new process technologies in both في المانوفاكتشرينج and services في الجانب الخاص بالعمليات والصناعة له تأثير كبير جدا. له تأثير في الجانبين، الجانب الخاص بالمانوفاكتشرينج والجانب الخاص بالخدمات. الجانب يعني من الناحية الأخلاقية ومن الناحية بتاعت اللي هو البيئي، يعني حساسية العملاء من الناحية الأخلاقية والبيئية. الأخلاقية اللي هو الخضوع للحوكمة، الجوانب الأخلاقية بالنسبة للشركات، والبيئية التغير البيئي المستمر. بالتالي لابد أن الشركة يتغير في عملياتها لتلبي احتياجات الخدمات التي تناسب احتياجات العملاء، وكان ده له أثر كبير جدا للشركات، بوس في الشركات الصناعية والشركات اللي هو الخدمية في ذات الوقت. بالتالي يكون في تغيير جذري radically. It has the اللي هو dramatic offer radically altering altering the operating change the way ان ال operating تغير مش هو تغير ال operating practices of almost every industry. بالتالي يعني يكون في تغيير جذري لممارسة التشغيل لكل صناعة. ده يؤدي إلى عمليات، يعني الكلام هذا this leads to operations having to change the way، تغير في الطريقة to create their product and services serve، عشان يعني يحافظ على شنو؟ their customers، تحافظ على اللي هو عملائها relating to stockholder and the involve their workplace just as اللي هو importantly globalized supply markets are opening new options in how operations source input goods and services. تالي يعني باختصار انه يعني هذا يؤدي الى عمليات لابد من تغيير الطريقة التي يعني نقوم بتقديم السلع والخدمات للعملاء وخدمة العملاء وربط اصحاب المصلحة اللي هو related to اللي هو الستوك هولدر سوري ستيك وليس ستوك ستيك اللي هو هنا الزباين او العملاء ستوك هولدر اصحاب المصلحه. نربط اصحاب المصلحه والستوك هولدر واشراك القوى العامله كل الموجودين لدى المنظمه اللي هو بقدر الاهميه. بالتالي بنفتح اسواق لتوريد اللي هو العولمه الجانب الخاص بالحياه الجلوبال الحياه المعولمه الحديثه. بالتالي يكون في خيارات جديده في كيفيه مصدر العمليات سورس اوف اوبريتنج يكون من وين. بالتالي بناء على اشراك اللي هو كل الستيك اذا كان سبلايرز او اذا كان كاستمرز بتكون لهم يسمى الستيك هولدر. بالتالي للسلع والخدمات اللي هو بيتم ادخالها او بيتم انتاجها من المنظمه. طيب ننتقل للاستاذ اللي بعده ونتكلم عن الموضوع الثالث وات از ذا انبوت ترانسفورميشن اوتبوت بروسيس. يعني ما هي عمليه المدخلات انبوت مدخلات الترانسفورميشن اللي هو التحويل او عمليه التحويل العمليات التحويليه الاوتبوتس اللي هو بالتالي المخرجات. يعني العمليه البروسيس يعني بيكون عندي اللي هو عمليه لاي منظمه بيكون لها ثلاثه عمليات مراحل. بيكون هنا الانبوت هنا اللي هو الترانسفورميشن عمليه التحويليه هنا بيكون عندي الاوتبوت. بالتالي هنا بيسموه شنو الفيدباك او التغذيه شنو التغذيه اكسي بيسموه الفيدباك. طيب المدخلات دائما دي انا دي يعني المدخلات عبارة عن مكونات خاصة بالمواد الخامة إذا كان التحليل الأفراد الأرض والمباني عبارة عن مكونات للمدخلات. العملية التحويلية استخدام الماكينات والآليات واللي هو لتحويل تلك المادة الخام إلى أوتبوتس إما تكون سلع أو خدمات. يعني باختصار هذه النقطة يعني نتحدث فيها باختصار ويعني يعتبر هي واضحة لكن نوضح أكثر فيما يتعلق بالعملية الخاصة بتلك المحاضرة. بالتالي يعني تجمع بين كل العمليات بإنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات. All operations create and deliver services and products by changing input into output using the input transformation output process اللي هو عملية المدخلات والمخرجات عملية المدخلات والتحويل والمخرجات. مدخلات التحويل والمخرجات. Input out التحويل transformation and output process. Figure يعني في جدول معين أو شكل. هيدح لنا شو زيس اللي هو الجنرال ترانسفورميشن بروسيس موديل ذات اللي هو ذات از ذا بيسس اوف اول اوبريشن. طيب بات سمبلي يعني باختصار نعرف العمليه تعريفها اور بروسيس ذات تيك ان ذا سيت اوف انبوت ريسورسز ويتش ار يوزد تو ترانسفورم سمثينج اور
are transforming themselves into outputs or services and products. ده هو تعريف العملية. العملية باختصار يعرف يعني أول العمليات يعني تؤخذ في مجموعة من المدخلات التي تستخدم يعني أساس لتحويل شيء ما إلى مخرجات أو يتم تحويل بأنفسهم إلى مخرجات. المخرجات هذه تكون إما سلع أو شنو أو خدمات، تكون إما services أو شنو أو products. And also all operational conforms are this general input transformation outputs model. They differ in the notion of their specific input and the output. تالي يعني الرغم من ذلك اللي هو جميع العمليات تتوافق مع نموذج المدخلات والتحويل والمخرجات اللي هو العام في اللي هو العملية العامة، بالتالي تختلف في طبيعة المدخلات والمخرجات الخاصة. بمعنى هذا يوضح انه يعني كل عملية في كل منظمة في كل شركة عبارة عن مدخلات وتحويل ومخرجات. هذه الجزئية الأخيرة يوضح هذا، ولكن تختلف فقط في طبيعة المدخلات والمخرجات الخاصة بالنسبة لشركة من شركة إلى أخرى. يعني كعملية لكل operational management في أي منظمة عبارة عن input, transformation, output، لكن الاختلاف بيكون في طبيعة شنو، طبيعة عمل أو طبيعة النشاط أو طبيعة عمل الشركة في المجال المعين. ده الشكل واضح انه يعني ال input اللي هو resources بيكون موارد، يعني resources, facilities و staff, materials, information, customers، دي كل عبارة عن شنو، عبارة عن input اللي هو دي عبارة عن transformation process، وال outputs اللي هو بيكون إما سلع أو شنو أو خدمات. ال customer اللي هو value، والسلع والخدمات لازم يكون في لديها تأتي value added، يكون في value added for customer، يكون عندها قيمة لدى العميل أو لدى المستهلك الأخير. Inputs اللي هو كما ذكرنا احنا نتحدث عن اللي هو المدخلات اللي هو اللي دل ال inputs في هذا المجال اللي هو ال materials، وعرفنا انه الماتيريالز عبارة عن يعني مواد خام او مواد اولية تدخل لأول مرة في العملية الانتاجية، وقد يكون يعني المواد الماتيريالز ذات في بعض الشركات تستخدم يعني مواد مصنعة او مواد نصف مصنعة، لكن ماتيريالز هي المواد الاولية التي تدخل في الصناعة. المواد اللي هو operation which is process اللي هو materials could be so that to transfer their physical اللي هو الجانب الخاص به اللي هو الحاجات الفيزيكال بحول الى سلع وخدمات، يسموه materials مواد. inputs process اللي هو ده الانبوت، بتكون لي من الماتيريالز، ماتيريالز اللي هو المواد. الحاجة الثانية انفورميشنز معلومات، بنحتاج لمعلومات، يعني المعلومات هذه مجموعة من المدخلات ل 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 هي مدخل من المدخلات الخاصة بالعملية وسمى المعلومات. يعني المعلومات بيوفر لي معلومات عن اللي هو اذا كان يعني المعلومات التحليلية، المعلومات الخاصة بتحليل البيئة، والمعلومات كل المعلومات تدخل يعني كل انواع المعلومات بكل انواعها اللي بتفيد الشركه في الاوبريشن مانجمنت، يسمى هذه المعلومات اللي هو المدخلات في الجانب الخاص ومعلومات. هذا بنشرح كثير، بنعرف انه ده مكونات الخاصه بالعمليه الاولى الانبوت اللي هو ماتيريالز اند انفورميشن. ذا ثيرد وان كاستمر، حتى العميل العملاء هم مدخلات، يعني احنا بنحلل سلوك العميل وكيفيه ورغباته واحتياجاته، هتصبح واحده من المدخلات. Operation which process customer might change their physical اللي هو يكون في تغييرات في الفيزيكال، بالتالي اللي هو physical اللي هو properties in the similar way to materials process، بالتالي الكاستمر هما الكاستمر هنا أيضا مدخلات، يعني هنا من خلال تحليل لاحتياجاتهم. الفاسيلتيز اللي هو المرافق، قد يكون المباني اللي هو the building والequipment plant and a process technology of the operations اللي هو المباني والآلات المعدات والمباني الحاجات اللي هو الفيزيكال، يسموه المرافق او اللي هو الفاسيليتيتس. اخيرا الستاف اللي هو ده طاقم العمل، بتكون لنا من البيبل الاشياء او الموظفين، الناس اللي بيقوموا بعمليه اللي هو الجانب التشغيلي. بيبل هو اوبريت مينتين بلان اند مانج ذا اوبريشنز. دي مكونات اللي هو الانبوت بالنسبه للعمليه المدخلات. الاوتبوت فروم بروسيس، يعني معروف انه الاوتبوت اما تكون اللي هو تكون سلع او شنو، تكون سلع او خدمات، يعني تكون اللي هو برودكتس او شنو سيرفيسز، بالتالي ده بيختلف على حسب طبيعه النشاط. يعني الاوتبوت معروف انه تكون اما سلع او خدمات، وشركات الخدمات كثيره بتقدم خدمات مختلفه، وشركات الصناعيه او المنتجات البرودكتس بنسميه التانجيبل برودكت اللي هو منتجات الملموسة الصناعات، وردنا هي كثيرة جدا، بالتالي بتختلف على حسب اختلاف
اللي هو انواع الشركات، يعني مدخلات معينه بتاتني مخرجات معينه على حسب اللي هو طبيعه عمل الشركه وحسب النشاط والاكتيفيتي الذي يمارسه اللي هو الشركه، لانه في هناك بيكون في اختلاف في الاكتيفيتي في الانشطه، انشطه الشركات. بالتالي اللي هو الشركات الخاصه بالشركات الخاصه لكل شركه يعني لديها نشاط معين، يعني اذا كان هي في نفس الاكتيفيتي او في نفس سوري في نفس السيكتور، يعني اذا كان في سيرفيس سيكتور في القطاع الخدمي لكن النشاط بيختلف، مثلا شركات الاتصالات بيختلف عن شركات التامين في النشاط، بيختلف عن شركات اللي هو المصارف مثلا البنكي، كلها عباره عن شركه كلها بتمارس كلها سيرفيس سيكتور، لكن عندما ناتي الى الاكتيفيتي النشاط بيختلف نشاط كل شركه عن الاخرى. وكذلك شركات اللي هو التصنيع او الشركات الصناعيه اندستريال سيكتور از ذا سيم، يعني تكون القطاع از ذا ون لكن ذا ديفرنت اكتيفيتي اختلاف الانشطه، يعني كل ما كان يعني المدخلات الاوتبوتس بيزن اون ذا شنو بيزن اون ذا بونز اون ذا انبوت اند اولسو بيزن اون ذا اكتيفيتي اللي هو النشاط الذي يمارسه الشركه او المنظمه المعينه. الكاستمر اللي هو يعني تخلق يعني العملاء، يعني لازم يكون في يعني قيمه، تحدثنا عن مدخلات عمليات تحويليه ومخرجات. طيب الكاستمر محتاجين برضو قيمه، يعني المنتجات والخدمات التي يعني يتم انتاجها من الشركات من خلال اداره معينه يسمى الاوبريشن مانجمنت، اداره العمليات القائمه بالجانب التشغيلي، لابد انها تخلق قيمه بالنسبه للعميل، يعني يكون قيمه العميل. وبالتالي هو وكما ذكرنا برضو في في في, في المدخلات انه الكاستمر هم يعني عنصر من عناصر المدخلات، لانه لديه شنو لديه يعني تحليل سلوك المستهلك، يعني بعد ذاك انا بناء عليه عشان اقدر اصنع كاستمر مي بي ان انبوت تو ماني اوبريشن، صحيح تكلمنا عنه، بات زي ار اولسو ذا ريزن فور زير اللي هو اكستنس، تالي يعني هو مدخل من مدخلات لكنهم ايضا سبب وجودهم، يعني هم سبب وجودهم هنا، لم يكن هناك عملاء سوى عملاء تجاريين او مستقبل، بالتالي يكون هناك عمليه بروسيس. ليه؟ لانه البروسيس لازم يكون عندها فاليو قيمه، لشنو قيمه للي هو الزبون او للعميل في المجال المعين. بالتالي يعني من الاهميه بمكان ان يكون مدير العمليات على درايه باحتياجات العملاء الحاليه والمحتمله، يعني لازم يكون شنو يعني الحياه الحاليه والمحتمله. بالتالي يعني هنا the managers of aware to customer needs both في شنو current حياتهم الحاليه، عشان كده كان هناك الكرنت حياه اللي هو المدخلات and potential حياة المحتمله في المستقبل. بالتالي يعني لازم المانجر تو بي اوير اوف كاستمرز اللي هو نيدز احتياجات العملاء بوث اللي هو كرنت اند بوتنشال. ذيس انفورميشن ويل اللي هو ديتيرمن وات ذا اوبريشنال هاز تو دو اند هاو ات هاز دو ات. بالتالي يعني هذه المعلومات هذه يعني يجب ان تفعله العمليه وكيف يتعين عليها القيام بذلك اللي هو الاهداف. نتكلم عن القيام بذلك اللي هو بنسميه الاوبريشنال اوبجكتيف، صح اللي هو الجانب الخاص بالاوبريشنال او الاستراتيجيك بيرفورمانس، الاداء الاستراتيجي بالنسبه للشركه والاهداف شنو الاهداف الاستراتيجيه which in turn defines a service or product offering to be designed created and delivered. بالتالي يعني التي بدورها تحدد عرض الخدمه المنتج الذي سيتم تصميمه وانشاء وتسليمه بالنسبه للعملاء او الكاستمر في البيئه المعينه. بالتالي الكاستمر اللي هو لابد يعني عنصر مهم جدا بالنسبه ليه اللي هو المديرين التشغيليين او المدراء العمليات في المنظمات المختلفه. Why is the process hierarchy? What is the process hierarchy? يعني ما هي اللي هو العملية أو ما هي التسلسل الهرمي للعملية؟ طيب التسلسل الهرمي للعملية. طيب تحدثنا إنه يعني الهيراركي عبارة عن عملية تسلسل لسلطات ومسؤوليات، لكن حتى إدارة العملية عندها تسلسل، عندها تسلسل يعني. So far we have discussed operational management and the input transformation output model at the level of the operational. For example اخذنا ده كمثال، يعني انه هناك اللي هو العمليات قد يكون قمنا بتصميم العمليات، وفي الجانب الخاص بانه العمليات قد يكون مثلا في متجر وفي كل اخذنا امثله كثيره جدا في العمليات وعمليات الاغاثه والشركات طيب when we saw اللي هو هنا في اللون الاحمر ده وضح لنا الحراكي. When we see is that all operational اللي هو consist of collection of process. بالتالي يعني
من يعني من من يعني بنجد انه اداره التشغيل او جميع العمليات تتكون من مجموعه من العمليات. ليه؟ يعني بتكون من مجموعه من العمليات، عشان كده نتحدث عن شنو، عن الهيراركي. يعني طالما في مجموعه من العمليات يكون في شنو، يكون في شنو، يكون في هيكل يعني بنظم شنو، ينظم العمليات الخاصه بشنو، بالجوانب التشغيليه لكل جانب او لكل مثلا يعني عمليات تحتها، يعني يحتاج لعمليات صغرى، لازم يكون في تحديد، تحديد للعمليات. بالتالي سو ذيس بروسيس مي بي كول ات، بالتالي يكون في وحدات صغيره سموه اليونتس، او يكون في ديبارتمنت اقسام لداخل داخل داخل شنو، داخل الهيراركي بتاعت العمليه، داخل هيراركي العمليه يكون في يونتس، يكون في ديبارتمنت اللي هو انت كوستنج ويز ذا شي اذر تو فروم ا نتورك. بالتالي يعني يعني متصل ببعضها البعض لتشكيل شبكه معينه، شبكه بسموها شبكه الجانب الخاص بالعمليه او البروسيس او بالعمليه. هذا ما يعرف بشنو، بالاستراتي بالبروسيس هيراركي، بروسيس هيراركي. بالتالي يعني البروسيس هيراركي ايتش بروسيس اكت اس ا سيميلر فيرجن اوف ذا وول اللي هو اوف ذا وول اللي هو اوبريشن اوف ايتش زي فروم ابارت ان ترانسفورمات اللي هو ريسورسز فلو ان ذا بتوين ذم. بالتالي يعني تعمل كل عمليه كنسخه اصغر، يعني سمولر حاجه صغيره، يعني سمولر فيرجن كنسخه صغيره جدا من العمليه باكمل التي تشكل جزء مهم، يعني جزء مهم منها من العمليه اللي هو ككل. يعني معناها في عمليه وداخل العمليه البروسيس في عدد من العمليات الصغيره نسميها وحدات او ديبارتمنت او اقسام، لكن بتعمل يعني كلها في دائرة العملية. لذلك سمي بالهيراركي، الهيراركي اللي هو الهرم التسلسل، يعني في تسلسل للعمليات، يعني تسلسل للعمليات يعني في الجانب المعين. بالتالي يعني هذا هو يعني a process and arrangement of resources and activity that transform inputs to outputs that satisfy internal or external customer needs. They are the building blocks of all operational and they from the internal network اللي هو internal network داخلية within an operational each operates in at the same time an internal supplier at internal supplier and an internal customer for their process. في internal يعني أي عملية بيكون عندها internal customer. internal customer يسموه شنو، العملاء، العملاء الداخلين. طيب العملاء الداخلين معناته الشركة، نقول عملاء داخلين معناته الشركة عندها نوع من العملاء، بيكون في ثاني عملاء بيسموهم شنو، خارجيين، صح؟ يعني تعالى في داخلين يكون في عملاء خارجيين، العميل الداخلي والعميل الخارجي. الكلام هذا يعني انه يعني العمليه بترتب الموارد والانشطه وبحول المدخلات الى مخرجات بلبي احتياجات العملاء، ودي حاجه متعارف عليها. طيب والبنات الاساسيه لجميع العمليات قاعد تشكل شبكه داخليه سموه الانترنال نتوركس، شبكه داخليه. طيب الشبكه الداخليه هذه داخل كل عمليه. طيب في نفس الوقت هو مورد داخلي وعميل داخلي لعمليات اخرى. العميل الداخلي دائما العملاء الذين يعني يكون هم موظفون داخل المنظمه. اذا كانوا هم راضين عن السلع والخدمه التي تقدمها، بالتالي لا يعني الرضا ما فقط حتى يعني العميل بس فقط العميل الخارجي، حتى العميل الداخلي لابد انه يكون راضي عن المنتجات والخدمات التي تقدمها. بالتالي عندما تجي تقيس اللي هو العملاء في مثلا بحث علمي او اي عمليه تجريها، عندما تتحدث عن العملاء لابد ان تحدد هل هتقصد العميل الداخلي والعميل الخارجي. العميل الداخلي هو محدود، ممكن نعرفه من خلال اداره الموارد البشريه كما لدى العملاء الذين يستخدمون اللي هو لكن العملاء الخارجيين قد يكون هم غير شنو، غير محددين، يعني عملاء في الاسواق وفي المناطق الجغرافيه المنتشره حسب الاستراتيجيه التي تستخدمها الشركه. بالتالي العميل الداخلي والعميل الخارجي، والعميل الداخلي مهم جدا، هتكلم عن العميل الداخلي. This internal customer اللي هو العملاء الداخلين دير، العميل الداخلي اللي هو concept provide a model to analyze the internal activities of an operational. يعني يقوم مفهوم العميل الداخلي ده ان كون هنشوف او حتى السلع في العميل الداخلي نموذج لتحليل الانشطه الداخليه للعمليه، ده نموذج لتحليل الأنشطة الداخلية. وعندما أتكلم عن العميل الخارجي، نموذج لتحليل الأنشطة اللي هو نقدمها اللي هو خارج شنو، خارج المنظمة. Concept provide a model to analyze the internal activities for operational. يعني العميل الداخلي ده
هو كنموذج لتحليل الأنشطة الداخلية للعملية. It is also a useful reminder that by training internal customers with the same degree of care as external customers, the effectiveness of the whole operational can be improved. كلام مهم جدا. كذلك التذكير مهم جدا بأنه من خلال معاملة العملاء الداخلين بنفس درجة العناية. العناية اللي هو اللي عطيتها للعملاء الداخلين مثل العملاء الخارجين. برضو بدي عناية العملاء الخارجين في البيئة المعينة. يمكن تحسين فعالية العملية برمتها بكل من خلال اللي هو يعني الجانب بالعناية للعملاء الداخلين والخارجين مع بعض. بالتالي في الشكل ده اللي هو تيبل ده بمثل اللي هو يعني وصف مجموعة واسعة من العمليات بهذه الطريقة. عمليات يعني عمليات داخلية وعمليات خارجية. بالتالي دائما هو العملية سوري العملية جست لكن الاستخدام بيكون الاستخدام العملي لعملاء داخلين وعملاء خارجين. العملاء الداخلين والعملاء الذين ينتمون للشركة ولذلك يسمى بالعميل الداخلي. والعميل الخارجي هو العميل التي يكون موجود في السوق أو في البيئة الخارجية أو في الأسواق أو العميل التي يعني أو العملاء الذين يكونوا خارج نطاق سيادة المنظمة في الأسواق المختلفة ولا ينتمون للمنظمة لكن يستخدمون اللي هو المنتج أو الخدمة التي تقدمها المنظمة أو الشركة في المجال المعين. اللي هو ده اسم operational directed in the term of their process اللي هو في الشركات اللي هو الايرلاين شركات الطيران بيقدم اللي هو عدد من operational process و department of store اللي هو المتاجر عندها عدد من اللي هو some of the operational process عندها عمليات معينة والبوليس بوليس سيرفيس الخدمات البوليسية ايضا ما ليس بس مثلا الجرائم وكده عندها عدد من شنو عدد من اللي هو الاوبريشنال بيعمله وشركات الايس كريم ايضا كذلك عنده عدد من شنو العمليات البروسيس اللي هو بيتم استخدامه في المجال المعين موجود حتلقوه في البي بي تي او في البي دي اف اللي هو ممكن تقروه بعنايه تتعرفوا يعني اللي هو الجانب الخاص لكل اوبريشنال او سم اوف ذا اوبريشنال بروسيس او العمليات اللي بيقدمها الاوبريشنال المجال المعين. عرفنا انه في اوبريشنال انترنال واكسترنال للعملاء الداخلين والعملاء الخارجين. Operational management is relevant to all part of the business. طيب إدارة العمليات ذات صلة بجميع أجزاء المنظمة. طيب دي يعني حاجة معروفة يعني في شركة يعني the example in figure في شكل determine بوضح لنا in that it is not just the operational functions. That manages process. All functions اللي هو manage process. ماذا يعني هذه الكلام باللغة العربية؟ يعني وظيفة العمليات فقط هي التي تدير العمليات. يعني ليست not إنما ليست. ليس إدارة العمليات هي البارة الوحيدة التي تدير كل العمليات الموجودة في شنو في المنظمة. لكن جميع الوظائف تدير العمليات. يعني كل الوظائف هنا بتدير شنو العمليات. نشوف في مثال for example اللي هو the marketing function وظيفة التسويق. Will have a process that create demand بخلق اللي هو الطلب okay forecasting التنبؤ بالطلب demand forecasting التنبؤ والطلب process that create اللي هو delivering اللي هو combining and process that create marketing plan يعني وظيفة التسويق على سبيل المثال بينشي توقعات الطلب أو اللي هو التنبؤ بالطلب والعمليات التي تنشي حملات إعلانية والعمليات التي بنشيلين عملين كرييت للخطط الخطط اللي هو التسويقية اللي هو الماركتينج بلان يعني معناها إدارة التسويق أيضا شاركت في الجوانب الخاصة بالعمليات يعني ليس إدارة العمليات وحدها هي الإدارة التي تدير العمليات بصفة عامة هي بتنشي لكن كإدارة ليست هي الإدارة الوحيدة المنوطة بها إدارة العمليات وفور إكزامبل اللي هو إدارة التسويق ورانا إنه كيف يقدر يعمل طيب نشوف الشكل وضح انه ده مثلا ده الشكل بوضح لنا انه مراحل يعني operational هنا operational and process management اللي هو require analysis at the three level في ثلاثة مستويات اول حاجة في supplier network وفي operational نفسه and في اللي هو في process ده اللي هو ده الجزء الاول في process اللي هو في الجانب الخاص بشنو بالsupply okay process اللي هو الجانب الخاص بالsupply هنا في السبلاي في اللي هو ده الجزء الاول الجزء الثاني هنا اللي هو بتحدثين عن شنو عن الاوبريشنال هنا العمليات يعني بعد السبلاي بيجينا العمليات بعد العمليات بيتينا حاجه ما يسمى بشنو اللي هو البروسيس اللي هو يعني البروسيس والبروسيس هنا الاوبريشنال
هنا الجوانب التشغيلية والعملية، هنا البروسيس بين العمليات. العمليات اللي هو كما ذكر انه اذا جاء التسويق بقوم بشنو بسيت اوف ديزاين، اللي هو هناك عند عرض الانشطه انا بقوم ديزاين سيت اوف اللي هو كونستراكشن عن ريبورت اللي هو اكويجن اللي هو جانب ال 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 يعني الفينشنج السيت فينشنج ده جانب العمليات. العمليات بيكون سيت فينشنج. انا نبدا بالسبلاي، السبلاي وعمليه الاوبريشنال اللي هو العمليه الخاص بالاوبريشنال اللي هو التشغيليه والعمليه، ان البروسيس اللي هو البروسيس هنا الانبوت والجانب الخاص بالعمليه بتاعت الترانسفورميشن، ان شنو ان اللي هو الاوتبوتس او المخرجات في المجال المعين. طيب ننتقل للسلايد اللي بعده، يتكلم عن البيزنس برفورمانس اللي هو اداره، او اللي هو البيزنس برفورمانس اللي هو العمليات التجاريه، بيزنس بروسيس اللي هو العمليات التجاريه. Whatever a business attempt to satisfy its customers need, it will use many processes both in its operational and its other functions. Each of these processes will contribute some part to fulfilling customer needs. بالتالي عندما تحاول شركات ما او شركة ما تلبية احتياجات العملاء، العملاء عشان ألبي احتياجات العملاء، طبعا ده الهدف الاساسي من قيام اي شركة، انها تستخدم العديد من العمليات في كل من عملياتها ووظائفها الاخرى، وستساهم كل من هذه العمليات في جزء من تلبية احتياجات العملاء. يعني business process عملية الاعمال، يعني وضح هذا، ليست يعني قسم معين او اداره معينه تقوم بتلبية، لا بيستخدم كل العمليات. need to will use any اللي هو process both in اللي هو operating. بالتالي each of شنو of this process وكل عمليه will شنو will contribute يكون ده مساهمه some part to filling customer needs، عشان شنو؟ عشان يعني يلبي احتياجات العملاء في البيئه الخارجيه. هذا ما يعرف بالبيزنس بروسيس والعمليات، عمليات العمليات التجاريه والعمليات عمليات العمل، عمليات العمل والعمليات التجاريه، يعني البيزنس هو كوميرشال يعني حياه تجاريه. طيب ننتقل للنقطه الخامسه، how do operational and process difference، يعني كيف تختلف العمليات، عمليات اللي هو operations اللي هو التشغيل، العمليات التشغيلية هنا العمليات التشغيلية، and the process اللي هو العمليات اللي هو input والoutput والtransformation. Although all operations process are similar in that they all transformation input they are do difference in natural of ways. Okay, four of which known as the four V's. وربي فوق يعني من خلال أربعة V's، يعني في أربعة V or particular important. The first one is volume، يعني بتكلم انه جميع عمليات المتشابهه بتحاول جمع المدخلات والمخرجات كده، الا انها تختلف في العديد من الطرق، في اربع طرق منها المعروفه بالفور فيس. اول حاجه قالوا انه the four of their output، مفهوم من الحجم، حجم المنتجات. The variety of their output اللي هو variety هنا التنوع، صح، variety اللي هو التنويع او التنوع، هنا الحجم حجم الانتاج، هنا التنوع الانتاج ذاته، التنوع في الانتاج. الفي رقم 3 بريفيشن اللي هو التباين او الاختلافات، والفي رقم 4 اللي هو فيزيبيليتي. هذا ماذا يعني؟ يعني اللي هو فيزيبيليتي اللي هو قال ذا ديجري اوف فيزيبيليتي اللي هو وضوح، شنو وضوح الرؤيه او الرؤيه ذاته، يعني كلمه الفيجن وضوح الرؤيه. اختلف في اربع حاجات اساسيه، يعني how do operational الاختلاف في شنو؟ الاختلاف في حجم الانتاج، تنوع والتباين او الاختلافات، او في التنويع سوري فيرايتي التنويع، واللي هو وضوح الرؤيه لكل او الرؤيه لكل عمليه. هذه الاختلافات اللي هو يعني how do operational and process difference، الاجابه له من خلال اربع اختلافات اساسيه. النقطة الأخيرة في المحاضرة، what do operations manager do، يعني ماذا يفعل اللي هو مديري العمليات. طيب ماذا يفعل مديري العمليات، نتحدث عنها، اللي هو يعني بيقوموا بأربع حاجات أساسية، اللي هو اللون الأحمر ده إنه بيقول إنه مديري العمليات classify operational management activities under the four heading من خلال أربع شنو، أربع حاجات أساسية أو أربع اختلافات، منها اللي هو الدايركت عملية التوجيه، والديزاين في التصميم، والديليفر التسليم، واخيرا اللي هو الديفلوب اللي هو التطوير. يعني تفاصيل الدقيق، يعني
يعني تصنف أنشطة إدارة العمليات تحت أربع أشياء أساسية. يعني المدير بيقوم بشنو؟ هذا يعني ما هنا قلنا what do managers، السؤال فوق رقم 6 what do operational manager do، بيقوم بعملية التوجيه. يعني بيفعلوا شنو؟ بيفعلوا بالتوجيه، بيقوم بالتوجيه اللي هو ده التوجيه، ويقوم بعملية التصميم، تصميم من عمورهم، التسليم، تسليم المنتج، واللي هو تطوير. يعني حتى ما يعتبر لازم يكون في عملية تطوير. طيب نيجي نشرح كل واحدة لحدة. directing the overall strategy of the operational، يقوم بتوجيه، يقوم بتوجيه شنو اللي هو توجيه الاستراتيجية الشاملة للعملية. يعني يقوم بكل عملية التوجيه اللي هو ده من قيام من 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 من, من مهام اللي هو المدير التشغيلي، يقوم بعملية التوجيه. الحاجة الثانية designing the operational اللي هو resources and process، يقوم بعملية تصميم الموارد الخاص، الموارد العمل للعمليات، تصميم الموارد اللي هو الموارد الخاصه في الاوبريشن في ذات العمليات للعمليه ذاتها، للعمليه هنا اللي هو العمليه اللي هو البوت والانبوت، الانبوت والترانسفورميشن والاوتبوت. تصميم ديزاين از اكتيفيتي، نشاط، تو ديتيرمن ذا فيزيكال فروم كيب اند ذا كومبليشن اوف ذا اوف ذا اوبريشنال اند بروسيس ان لاين ويز ذا سيرفيس اند ذا برودكت ذات ذي كرييت. طيب الحاجه الرابعه البلاننج اند كنترول بروسيس، دي اللي هو ديليفري. بمعنى شنو؟ يعني يكون هناك تصميم التخطيط والرغابه في تسليم العمليه وفي عمليه التسليم، بقوم بعمليه التخطيط والرغابه للتسليم اللي هو الديليفري. الحاجه الثالثه افتر بينج اللي هو ديزاين، بعد ما خلاص تم التصميم ذا ديليفر اوف سيرفيسز ات يعني ان برودكتس الخدمات والمنتجات فروم سبلايرز ان through the total operational to customers must be planned and controlled، تكون بعملية مخططة. يعني بعد التصميم يجب التخطيط والرغابة في تسليم الخدمات والمنتجات من الموردين من خلال العملية الإجمالية بالنسبة للعملاء والمستهلكين في مجال معين. الحاجة الرابعة الذي يقومون به مديري اللي هو العمليات developing a process performance، تطوير أداء العملية. يعني العمليات يعني تطور، الان قلنا هناك في تطور، يعني في اعترافات بان المدير العمليات يعني في تطور في بيئه، تطور في الانفايرمنت، بالتالي يعني لابد شنو، لابد انه يكون في تطوير في الخدمه، لانه الخدمه ما تظل هي شنو روتينيه، ما ثابته، ما روتينيه، بالتالي الخدمه والمنتجات اللي بتقدمها بشكل روتيني هذا يقلل من مقدره اداره التشغيل في تقديم سلع وخدمات قابله للطلب. بالتالي لابد انه شنو يكون في تطوير في المنتجات والخدمات، والتطوير في المنتجات والخدمات يؤدي الى تطوير في الاداء بالنسبه للشركه. هذه اربع نقاط اساسيه فعلى مدير العمليات. طيب operational management impact environmental sustainability، تؤثر العمليات على الاستدامه البيئيه. نعم طيب الاستدامه البيئيه اللي environmental اللي هو sustainability means معناه شنو؟ according to the اللي هو براند اند روبرت مين ميتينج ذا نيدز اوف ذا بريزنت ويزاوت كومبوننج ذا ابيليتي تو فيوتشر جينيريشن تو ميت ذير اون نيدز. بالتالي يعني القدره المستدامه او تاثير العمليات في المقدره البيئيه، بالتالي القدره البيئيه المستدامه بحسب راي اللي هو العالم ده في تقرير بتاع الامم المتحده تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بمقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجات اللي هو الخاصة. يعني إنك في يعني مع التغير الأثر ده، الأثر اللي بيتركه اللي هو أثر إدارة العمليات على تغيرات البيئة المستمرة، أنا حالياً بلبي احتياجات الناس الموجودين الكاستمر أيضاً دون المساس بالحاجات الخاصة بالمستقبلية أو الاحتياجات المستقبلية بالنسبة للعميل، بالتالي اللي هو أثر كبير في الجانب الخاص في المنظمة اللي هو الأوبريشنال مانجمنت. ايضا بيبار يعني put more directly يعني بيبار اكثر مباشره its mean half اللي هو intent to which business activity negatively impact the natural environment، يعني مدى تاثير النشاط التجاري سلبا على البيئه الطبيعيه. طالما يكون تاثير سلبي، التاثير السلبي بمعنى انك يعني عدم مقدرة إدارة العمليات أو الإدارة التشغيلية
في توفير اللي هو المنتجات والخدمات بالطريقة اللي هو المطلوبة من قبل العملاء، وعدم المساس بمقدرته في الأجيال القادمة في المستقبل. هذا يعني عدم شنو؟ عدم المقدرة. لكن إدارة العمليات تأثيرة لازم إنها توفر، لا تعتمد على الجانب تقديم الخدمات والمنتجات الروتينية وطريقة ثابتة، بل تقوم بتوفير احتياجات المستهلكين الحاليين من خلال منتجات وخدمات تشبه رغبات، ودون المساس بالاحتياجات المستقبلية في حال تطور احتياجات العملاء والمستهلكين في البيئة المعينة. طيب، The Model of Operational Management، نموذج إدارة العمليات، كان نوع اللي هو الـ Combine Two Ideas، في 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 اللي هو فكرتين لتطوير نموذج العمليات وإدارة العمليات. الفكرة الأولى، The first is the idea that operational and the process that make up both the operational and other business functions are transformation systems that take the input, use process resources to transform them into outputs. يعني الفكرة الأولى، العمليات تشكل كل من العمليات والوظائف والأعمال الأخرى في أنظمة التحويل، تأخذ جانبها المدخلات وتستخدم الموارد، الجانب الخاص الموارد العلمية، لتحويلها إلى مخرجات. دي الفكرة الأولى. طيب the second one، الفكرة الثانية، the second idea is that the resources both in an organizational operational as a whole and in its individual process need to manage in terms of how they are directed, how they are designed, how delivery in planned and they control it, and how they are developed in proof. يعني الموارد في كل من عمليات المنظمة ككل، منظمة عملية ككل، في كل عمليات المنظمة، يعني في كل عمليات المنظمة بصفة عامة، المنظمة تحتاج إلى إدارتها من حيث كيفية اللي ما تحدثنا عنه قبل قليل، من حيث اللي هو من حيث كيفية عملية الدايركتد التوجيه، عن هاو تو ديزاين التصميم، وعملية اللي هو التسليم، واخيرا هاو تو شنو الجانب الخاص بالكنترول، او هاو تو اللي هو يعني تسميم التخطيط والرغبة اللي هو الكنترول ان بلانيت ان كنترول. بدي اللي هو الفكرة الثانية، لأننا يعني كيف نموذج لإدارة العمليات عملية ناجحة من خلال فكرتين. الفكرة الأولى اللي هو هذا هو الفكرة الأولى، وهذه هي الفكرة الثانية. بالتالي كيف إنه نعرف يعني في كل العمليات كيف نعرف نصمم ونعرف اللي هو نوجه أول كمديرين بتاع العمليات، توجيه وتصميم وكيفية تخطيط وتسليم والرغبة أو التحكم والرغبة للعمليات الإدارية. نكتفي بهذا القدر من هذه النقطة الأخيرة في هذه المحاضرة، واللي هو المحاضرة الأخيرة، المحاضرة 10، جاءت بعنوان اللي هو الأوبريشنال مانجمنت، وتعرفنا من خلاله إلى 6 نقاط أساسية كان في شكل أسئلة وجاوبنا عليها إن شاء الله. والمحاضرة 10 هذا اللي هو المرجع مختلف، اسم المرجع اللي هو ذا ريسورس اسمه الأوبريشنال مانجمنت، اللي هو 8 إديشنز، الطبعة 8 باي اللي هو نيجل سلوك، اللي هو موجود اللي هو الناس تبحث عنه اذا عاوز تزيد معلومات متعلق بالاداره التشغيليه، واللي هو في شابتر 1 او اللي هو المحاضره هذه موجوده في هذا الكتاب في الشابتر 1 او اللي هو الفصل الاول. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وسبحانك اللهم لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.